بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلأننا نعيش عالم أغيار، فربما يتعرض الإنسان منا إلى بعض الظروف الحياتية التي قد تورث في النفس مشقة، ويترتب عليها بعض الآثار من الضيق والتوتر والقلق. لكننا نقول لك، ما دمت تؤمن بأنه لن يكون في ملك الله إلا ما يريده الله عز وجل، فأحسن الظن بالله عز وجل وتفاءل. التفاؤل حسن ظن بالله، كما أن التشاؤم سوء ظن بالله. والمؤمن مأمور في كل أحواله بأن يحسن الظن بالله عز وجل. التفاؤل فن لا تصنعه إلا النفوس الراقية الواثقة في الله عز وجل. التفاؤل يجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب، يجعل الإنسان قادرا على مواجهة الأزمات، يجعل الإنسان قادرا على توظيف إمكاناته وقدراته وخبراته في صناعة الخير. التفاؤل هو عدم اليأس والإحباط. التفاؤل هو توقع الخير. التفاؤل هو صناعة الجمال، لأنه يصنع نفسية مقبلة على الحياة، ومن ثم يصنع المتفائل جمالا في هذا الكون. فالتفاؤل يوجه الطاقات والقدرات والإمكانات نحو العمل، نحو السعي، يملأ النفوس بالأمل. التفاؤل يبدل حركتك من أن تكون راكدا إلى أن تكون رائدا. نحن جميعا قادرون على هذا التفاؤل، نصنعه بأيدينا، واثقين في ربنا سبحانه وتعالى. القائل عز وجل في كتابه: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.